دكتور عادل سالم، أخصائي أمراض بطنة. أهلا بيك يا دكتور. دكتور عادل سامعني؟ اتفضلي حضرتك. ايوه انا سامعك، اتفضلي. طيب دكتور عادل، خليني ابدا الحديث مع حضرتك. هل دلوقتي ممكن نقول ان التداوي بالاعشاب يعتبر مكمل للطب او بديل عن الطب، ولا حضرتك لا تعترف بيه اطلاقا؟ شوفي حضرتك، مفيش حاجه اولا اسمها طب اعشاب وطب حديث. هو الطب طب، الطب له معنى، ويعني يا ريت أستاذنا الفاضل ربنا يبارك فيه يعني يتناول إيه هو يعني معنى كلمة طب إيه؟ مفيش حاجة اسمها طب أعشاب وطب حديث. الطب هو وسيلة من وسائل التشخيص والعلاج، سواء كانت بأعشاب، سواء كانت بكيماويات زي ما بيقول يعني، سواء كانت بجراحة، أيا كان الطب طب. يعني حضرتك معترض من البداية أصلا على كلمة، على لفظ الطب البديل أو طب الأعشاب أو الطب التقليدي، حضرتك معترض أصلا على الكلمة دي؟ هما إخواننا الأفاضل دول ربنا يبارك فيهم بيفصلوا ليه؟ عشان يعملوا لهم مكانة ويعملوا لهم وضع ويعملوا لهم قيمة، بس مش أكتر من كده. يعني الطب طب. تاني حاجة، الطب الحديث اللي بيتكلم عنه اللي أخونا الفاضل بيقول إن هو يعني من 150 سنة. هو إيه هو الطب الحديث؟ كان أصله إيه هو الطب الحديث؟ ما هو كان كله استخراج المادة الفعالة من الأعشاب. الموضوع الكيماويات والحاجات دي حاجة لسه متقدمة جديدة خالص، كحاجة بديلة عن الإيه؟ عن وجود الأعشاب، عشان تعرف الأعشاب بتزرع في فصول معينة قد لا تكفي استخراج المادة الفعالة منها العالم كله. فبيتم تخليق المادة الفعالة وتبقى هي نفس المادة الفعالة، يعني مفيش حاجة. فأعشاب هو الطب الحديث أساسا متاخد من الأعشاب، ولكن الفارق ما بين الطب الحديث اللي واخد من الأعشاب وطب الأعشاب فارق كبير جدا وواسع جدا. طيب أنا هرجع